السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يس أم باك فور نيو فيديو. وجماعة هذا الفيديو ما هوش في الحسبان، ولكن قلت بما أنه موسم الصيف وأنا كل مرة راني نجرب في بعض البلاج اللي راهم شوية قراب على المنزل تاعي، قلت علاش ما نصوركمش الطريق وكيفاش تروحوا هذه البلاج، خاصة للناس اللي ماهيش مسكيكة. إذا ففيديو تاع هذا اليوم اللي هو أول فيديو صورته شوية راهو ضعيف، ولكن اللي راهو الكرون بلاج شاطئ جد رائع. فليتس جامب تو ذا فيديو. نسيت فقط، إذا عجبتكم هذه الفكرة ما تنساوش باش ديروا لي في لي كومونتير ياس اي لايك ات ولا نو باش نحبسوها في لي فيديو. المهم اذا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا فهذه راهي الطريق بين الفلفله او بين العربي بن مهيدي اللي هي جاندارك وسونترفيل تاع سكيك. دا الناس اللي بزاف اللي يعرفوا العربي بن مهيدي راهو شاطئ معروف جدا، لكن هذه المره رانا رايحين الى كما قلت الشاطئ الكبير اللي هو غرون بلاج. اذا فجماعه راح نوريكم هذه الخرجه تاع سكيك. دا راهو كاين زوج خرجات، هذه تاع لاغار والاخرى من اقصى الخرجات على السيارات. اذا فباش تخرج منها راه تعاني بزاف السياره تاعك للاسف. على باليش علاش كل مره ما يخدموها بعد يخليوها تفسد، يعني كارثيه للاسف. هو الحمد لله خرجنا منها، زعما ما هي متر ولا زوج مترات ولكن تعيي. هنا هذه ما تسمى بطريق ليلو، هي من وراء سكيك ذا، طريق جد رائع، يعني الانسان يحب يجي هنا يريح وكل شيء راهي فور. خلاص هنايا دوك راح نوصلوا الى ما يسمى لابلاس اللي لتحت. خلاص الناس عرفها منين، من البلديه، المجلس الشعبي البلدي. راهو يعني مكان هذا جد رائع، راكم تشوفوا في المشهد وكانه يعني حاجه جد رائعه في سكيك ذا. ها هو هنا طريق سطورة جماعة. دوك نوصل واحد البلاصة اللي هي تطلع، كي تكمل راح تلقى واحد الطلعة اللي هي تاع الكرون بلاج اللي ورا لابوست. هنا يسميوها كأنها شبهتها القصبة، يعني نسميوها قصبة دوسكي كدا، حاجة بزاف زعما اولد كيما هكدا، ولكن تعي الطريق تاعها. الطريق تاعها ضيقة جماعة، تتولهو كي تكونوا بالطونوبيل، وهذا المشهد جد رائع من فوق لما تصوروا. مكانش اللي يعدي وما يصورش هذا المشهد، فريمون بزاف رائع. بعد تحكموا الطريق الكبيره، ما تنساوش برك يا جماعه كاين حاجه، كاين وين توصلوا للشاطئ الصخره اللي هو لا كارير، تهبط وتلقى اسما نورمال تكاري وكل شيء. لي بلاج بزاف تماك، كارير 1 2، ومن بعد تقدر تمشي لهيك البلاج واحدين اخرين، ولا تكمل ديريكت للشاطئ الكبير وين حنا رايحين. ومن بعد تعدي على بلديه عين الزويت، تدخل ليها بيان سير وتبدا ماشي. تبقى كما قلت نعاود نوله، فقط الطريق راهي ضيقه عليك انك تنتبه. جد المناظر هنا جد رائعه، الهواء جد نقي كما نقولوا حنايا. وهنايا رانا وصلنا للطريق تاع الكرون بلاج. اذا كان وصلت هنا سي بون، قول راني وصلت. حاجه مليحه على بالكم هو كانه ما كانش باركينغ، ولا حنا نسينا ما ماركيناش او ما سلكناهمش، والله ما على بالي. اذا ف وصلنا هنا يا لحظات فقط وترون البحر اللي هو غرون بلاج. ايه اذا زعما حبيت ندير لكم شويه سسبنس كيما هكذا، ولكن وكانني طولت. هاي خطوه بعد خطوه بعد خطوه، واحد زوج ثلاثه، طلع راسك يا سيدي اليكم الشاطئ الكبير. شاطئ جد رائع صراحة، يمكن في الفيديو ما هوش يبالكم ولا شوفوا كيفاش المشهد هذا، كي تشوفوا قدامك جد رهيب كأنه على بالك فيلم صح، يعني إنسان لو جاء قدامه حاجة بزاف رائعة. كانت الجو مغيم ولكنه رائع، شوف كيفاش البحر صافي جدا وكأنه يعني ما تصدقش. هاي لك المالديف يا سيدي، ما تروح لي المالديف ني ولا أروح هنا يا غرون بلاج. وعقبناها قاعدين، انا واحد من الناس ما نتبحرش بزاف، يعني نقعد مريح وصاي ونسعوم وانا يا راقد وخلاص. هذه هي يا جماعه ويلا نرجعوا نروحوا نروحوا. وهنا رانا مروحين لقينا يا جماعه واحد لي جوندار مفرميين الطريق حتى انت تخلع. شوف دوكا تشوف واحد اللعبه اللي نخلص زير شويه. ما قال هين ما بداو يبانوا شويه، من بعدهم بديت حبس التصوير يا جدك كامل 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 كاملين يا جدك. وهنا طائر النورس هذي دخلة في الفيديو. يا جماعة كملنا الفيديو، هذه هي طريق الشاطئ الكبير. مرة جاية راني صورت أكثر يعني وأحسن، وراح نتكلموا لأني صورت شاطئ واحد أخر، إن شاء الله تعجبكم وراح نعاودها بشكل أفضل. ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكون عجبتكم ولو أنها بسيطة جدا. تشاو.